ازيك يا استاذ محمد؟ انا انت متهمه بتسميم السوشيال ميديا بالاشاعات. بص يا استاذ محمد، انت اخر اشاعه ايه بقى اللي طلعت من ساعتين؟ عليا انا؟ اه انت كل ثلاث ساعات اشاعه. بره ممكن يكون في اشاعه طلعت، انا مش عارفه. احنا الاشاعات الشهيره انك اتجوزتي مش عارف عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مش عارف انا استاذ مش عارف اسمه مرتجي ولا مرتضى ولا خالد مرتجي. انا ما اعرفوش والله، يعني انا اتفاجئت من كام يوم ان في حد منزل بوست وانا ما اعرفش حتى اللي كانت منزله البوست ده، فحتي ايه في اسمها كذا او كذا في يا فنان، اصلا ما اعرفش حد فنان بالاسم ده اصلا. منزله بوست ان انا هتجوزه، انا مش عارفه يعني. هو زي ما في الضيف المحترم اللي عند حضرتك بيقول لك فعلا في مواقع السوشيال ميديا بتطلع كلام وبينتشر الاشاعه، بتنتشر بسرعه جدا. لكن تكذيب الاشاعه يعني لما انا كذب ما تاخدش نفس الضجه اللي خدها انتشار الخبر للاسف. طيب بس حاجه المواقع مش حل، لان زمان ما كانش في سوشيال ميديا وكان مجرد ما اشاعه تطلع عن مثلا ارتباط حد شخصيه عامه. هي بتقول حجب المواقع؟ يا سامح احنا بنتكلم على حجب المواقع اللي تحت بير السلم، مش بنتكلم على حجب المواقع الرسميه، المواقع اللي هي بتضرك وبتضر الجميع. طب ما في مواقع ثانية انا هرد عليك، بص اصبر عليا. طيب لو في موقع قال يعني، وانا اعتقد حد او في سوشيال صفحة فيسبوك او تويتر انه مجموعة من الشباب خطفوا سما المصري واغتصبوها، انت هتردي ولا هتقولي عشان الشهرة؟ هم لا يغتصبوني ولا انا اللي اغتصبوني. وصلت الرد، شفت الرد؟ يعني انت بتساهمي في صناعه الشائعات حواليكي؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجه، انا مثلا انت اللي شارك الاشاعات اصلا. شريف بيقول ان اللي شارك الاشاعات شريف السرف. في ناس بتساعد فعلا، وممكن انا اكون واحده من الناس دي. انت اسمه ايه اللاعب؟ اهو صوره ليكي مع احد اللاعبين، ابراهيم سعيد. دي اشاعه ثانيه ان انت اتجوزت ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد اخويا. لا ابراهيم سعيد طبعا عملت معاه حلقه زمان في برنامج مقالب اسمه المشاغب. بس دي ممكن الاشاعه دي كل شويه طالعه دلوقتي حالا بقى، بس برونا وسموح هيضحك برضه، لان ابراهيم بالنسبه لي اخ يعني. طيب بص حضرتك، في صحفيين زي ما الاستاذ محترم عند حضرتك بيقول المواقع تحت بير السلم ممكن تنقل الخبر عشان تعمل سرقه. انا معايا النائب احمد بدوي وكيل لجنه اتصالات، واللي احد اللي صاغوا قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه. والنبي يا فندم حضرتك ركزي في الموضوع ده كده، عشان احنا اكتر ناس بنتاذي احيانا الشهره بتبقى. طب انت تطلبي منه ايه؟ انت بس خف من الفيديوهات بتاعتك يا سامع شويه، واحنا ما انت بتعملي الكلام ده عشان تتشهري. طب ايه بس ما 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 تحرجوش عشان هي مش معانا في الاستوديو. ده شريف اخر جمله بقى قوليها، بيقول لك انت اللي بتعملي ردك ايه؟ لا والله انا توبت خلاص. توبتي. بشكرك الفنانه الاستعراضيه سما المصري. عايز ترد على طبعا انت خلصت.